السلفي إذا بإجماعنا ندعو جميع المشتركين شريفنا يا ريان الوضع السياسي كما نحن هذه السنة جمعنا كل التقارير في تقرير واحد راح نقرأ التقرير هو تقرير شامل بعد ذلك التقارير راح يكون في مناقشة إدارة والأبنزين بعدين أهم التحديات والصعوبات والمقترحات بعدين البرنامج والخطة السنوية الحرب العالمية الثالثة والتي بدأت تكثر ملامحها من خلال الحروب والنزاعات في هذا العالم وقد دخلت مرحلة جديدة خلال عام 2022 من خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا والحرب الدائرة على الأرض الأوكرانية والسوريا في دوامي في هذه المناطق ومحاولات المستمرة لإحياء داعش من جديد فكان هجوم خلايا داعش على سجن الصناعة في حسكة واستهداف مخيم الهول كانت محاولات تقنية لإحياء داعش وضرب أمن واستقرار المنطقة صارت المنطقة تكون تقرباتها بالنسبة لنا والوضع السوري عامة تحاول الحفاظ على العلاقات مع تركيا حلفتها في الناتو ولوقعها الجيوسياسي وخاصة في ظل المنطقة الروسية الأوكرانية أما الموقف الروسي لدعم النظام ودعمه له للبقاء حتى الآن وضد التواجد الأمريكي في سوريا والذي يعتبر نفسه شرعيا كون النظام السوري دعاه إلى سوريا ويحاول الاستفادة سياسيا واقتصاديا من تواجده وما تم تقديمه للنظام ويحاول إعادة النظام ومؤسساته إلى مناطق شمال وشرق سوريا ومن خلال هذا من خلال استغلال التهديدات التركية على مناطقنا وعلاقته مع حاجته إلى تركيا ومحاولة إعادة العلاقات بين النظام السوري والتركي ومحاولاته مع الإدارة بتقديم التنازلات أمام النظام إلا أن الأزمة التي تعرض لها سياسيا واقتصاديا وعسكريا في حربها مع أوكرانيا وراح تشهد وطأتها كامل 2023 كان في محاولات قبل الخليج ولا زالت مستمرة وخاصة الإمارات بتطبيع مع النظام فشلت هاي المحاولات السنة الماضية وهاي السنة كمان راح تضل تفشل لأنه في معارضة أمريكية بشكل عام للتطبيق مع النظام وهذا الشيء نحن لازم نحن كإدارة ذاتية نقدر نستغله في تقوية مشاريعنا بشكل عام في تقوية المشروع الحوكمي حوكمة الإدارة الذاتية إش قد ما تكون قوية إش قد ما يكون مشروع سياسي مقنع بالفترة المقبلة وهذا يقع على عاتقنا نحن كإدارة ذاتية الذي أبداها أبناء شعبنا بجميع مكوناته في مواجهة كافة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية وعلى جميع الأصعدة فاستمرار الأزمة السورية ولما لها من تداعيات على الحالة العامة لمناطقنا في سنتها الحادية عشرة دون حلول كان له تأثير كبير على حالة عدم الاستقرار التام والوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للشعب إن التهديدات المستمرة واستهداف مناطقنا من الاحتلال التركي ومرتزقته واستمرار قطع المياه والعمل المستمر من قبل كافة الجهات المعادية لضرب الأمن والاستقرار وخلق الفتنة وانهيار الليرة السورية أمام الدولار والجفاف والحصار مما زاد من الصعوبات والتحديات وكان له تأثير كبير على الحياة اليومية والتي استهدفت شعبنا المقاوم من أجل ترك أرضه ودفعه للهجرة فاستمرار الأزمة السورية ولما لها من تداعيات على الحالة العامة لمناطقنا في سنتها الحادية عشرة دون حلول كان له تأثير كبير على حالة عدم الاستقرار التام والوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للشعب إن التهديدات المستمرة واستهداف مناطقنا من الاحتلال التركي ومرتزقته واستمرار قطع المياه والعمل المستمر من قبل كافة الجهات المعادية لضرب الأمن والاستقرار وخلق الفتنة وانهيار الليرة السورية أمام الدولار والجفاف والحصار مما زاد من الصعوبات والتحديات وكان له تأثير كبير على الحياة اليومية والتي استهدفت شعبنا المقاوم من أجل ترك أرضه ودفعه للهجرة وشهدت موجات من الهجرة وخاصة الفئة الشابة وكذلك استهداف البنية التحتية من قبل الاحتلال التركي
لتكون الإدارة عاجزة عن تأمين الخدمات اللازمة. إلا أن شعبنا ومتجليه بروح حرب الشعب الثورية ومقاومته والتفافه حول الإدارة وقواته العسكرية والأمنية كان جواباً لكل المتربصين بقوة هذا الشعب والإدارة. وأحداث سجن الحسكة والهجمات الأخيرة للاحتلال التركي بطيرانه والمسير كان إثباتاً على صمود الشعب، حيث أثبت مدى امتلاك هذا الشعب بمكوناته للقوة والإرادة المنبثقة عن تنظيمه. إن مقاومة أبناء شعبنا المهجرين في مخيمات النزوح الشهباء وساريكانيا والقرى التي تتعرض بشكل يومي للقصف لهذا الصمود والمقاومة تضعنا كإدارة أمام مسؤوليات كبيرة لنكون لائقين بهذه التضحيات والمقاومة لتجاوز جميع السلبيات ولتكثيف العمل لتأمين احتياجات الشعب وخدماته والتقليل من الروتين والبيروقراطية التي تشكل عبئا على المواطنين والإدارة الجيدة للموارد المتوفرة. لأنهم ما زالوا متمسكين بضرورة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة، وما زال مستمرًا باستهداف مناطق الانتقال الحصار الذي يطلقه على مناطق الشهباء والشيخ مقصود ومحاولتهم للبقاء.